نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا اليوم بالرباط ندوة صحفية خصصت لبحث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الضحايا في تقارير المنظمات الدولية. وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عائشة القلاع إن تقارير المنظمات الدولية الأخيرة حول الوضع الحقوقي بالمغرب تخدم أجندات سياسية وتتجاوز حرية الصحافة. وأوضحت القلاع في معرض كلمتها أن هذه المسألة ليست بسلوك جديد لمنظمة دولية، مضيفة أن هذه التقارير تهدف إلى خلق البلبلة بمسارات قضايا أخرى تتعلق بالمغرب. الجمعية عقدت هذه الندوة الصحفية من أجل تسليط الضوء على مجموعة ديال التقارير اللي صدرت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، خاصة تقرير روبورتور سان فرونتيير مراسلون بلا حدود، و لو رابور ديال لا كوميسيون دي زافير اترانجير في لو سينا امريكان، مجلس الشيوخ الامريكي. هاد التقارير اللي مع الاسف كتعتبر بان هناك صحفيين اللي تعرضوا للاعتقالات، واعتبرت ان الامر يتعلق بالحد او قمع حريه الصحافه داخل المغرب، وان هاد الصحفيين اعتقلوا على خلفيات ارائهم الصحفيه وعلى خلفيات ممارستهم لمهنة الصحافة، مع العلم أن هاد الصحفيين معتقلين. ونحن كجمعية وكدفاع تبنينا ملف ضحايا الاعتداءات الجنسية، وهادو صحفيين في مهنهم، ولكن المتابعات كانت بناء على جرائم جنسية في حق ضحايا اعتداءات جنسية للجمعية، واللي المحامين والدفاع تبنى ملفاتهم من أجل الدفاع عليهم. هاد التقارير مع الأسف اللي ما كيحكمهاش الخلفية الحقوقية، كتحكمها خلفية سياسية، واللي المصدر ديالها هو جمعيات من داخل المجتمع المغربي وبعض الأشخاص من داخل المجتمع المغربي اللي كيسربوا هذه المغالطات اللي كتستغلها هذه المنظمات الدولية، مراسلون بلا حدود، أمنيستي، يعني جمعية منظمات أخرى أمريكية اللي كتستغل هذه المعطيات، وكتعد تقارير دولية اللي كتبناها أحيانا كتوصل لهذه المؤسسات اللي اليوم تقرير ديال مجلس الشيوخ الأمريكي في هذه اللجنة الخاصة بالعلاقات الخارجية. كنبغي نأكد بأنه طبعا هناك خصوم المغرب، وانها التحولات اللي كيعرفها المغرب كذلك كتزعج البعض، كتزعج الجوار، كتزعج يعني العلاقات لا في افريقيا لا في الجوار الاوروبي اليوم، وكنعرفوا يعني كيتم استغلال هذه الملفات. ولات مع الاسف هذه المنظمات الداخليه مصنع لفبركات هذه الملفات.